وسعدت مساء يا أبي. وسعدت مساء بنيتي. لم تأتي إلا لأمر تجلو خانم. هل علمت أن قائد الجند أوغلو أتى في زيارة سرية إلى الأمير سليم؟ أعلم هذا يا بنيتي. إذن يا أبي، هل ستبقى هكذا مكتوف اليدين وسليم تأكله جدران العزل؟ عزل الأمراء غالبا ما يؤدي بهم إلى المقبرة، لكن ليس زوجك. أتظن هذا يا أبي؟ نعم، إن الأمير سليم يحظى بتأييد من قادة الجيش، بل حتى من رجال الدين. وإن غدروا؟ اطمئني يا بنيتي، اطمئني. ألم تسألي نفسك لماذا تركه السلطان بايزيد حيا بعد تمرده علي؟ كان بإمكانه أن يشنقه ليكون عبرة للآخرين، لكن السلطان يدرك أنه سيفقد محاربا من طراز خاص، سريع التدبير، ثاقب النظر إلى القادم من الأيام. هيا هيا، اهتمي بولدك ولا تفزعيه بخوفك هذا. كما ترى يا أبي، وسعدت مساء. لدينا لدعم ولي العهد أحمد بن بايزيد كي يكون سلطانا للدولة العثمانية. إن القسطنطينية تسيطر على مضيق الدردنيل ومعظم سواحل البلقان، وتجبر سكان القرن على تقديم الطاعة للسلطان العثماني. فإذا نجحنا نحن بدفع أحمد إلى سدة الحكم، سيكون تحالفنا معه مدخلا يجعل من طرابزون مركزا تجاريا دوليا ومنارة لتصدير ثقافتكم وإبداعاتكم يا مولاي. بالتأكيد، ولتصدير ثقافتنا. فلتستعدوا للتدخل العسكري لنصرته إذا ما طلب النجدة، ولكن بشروطنا نحن. أهلا وسهلا ومرحبا بسلطانة جلبهار. لم نحظى بزيارتك منذ زمن. مولاي السلطان، كانت أقدامكم لا تفارق مخداعي. مشاغل الفتوحات كثيرة. وأنا أنت من سيفرق علينا الفرح يا جلبهار خاتون، فأنت زوجة سلطان وأم لسلطان. إيه، لن ينال ابني أحمد العرش ما دام هناك الأمير سليم ابن عائشة. إنه ابن بايزيد. الولد الصالح لا يتمرد على أبيه. ومن يتحمل أخطاء الأبناء غير الآباء؟ مولاي، مولاي، سليم خطيئة وليس أخطاء عادية. سأنفيه إلى ولاية بعيدة جدا، كل ما يهمني
هو رضاك أيتها السلطة. افتحوا البوابة. أمرك يا سيدي. السلام عليكم مولاي الأمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالقائد أوغلو. تفضل يا مولاي. ما هذه الرسالة؟ ولماذا هي مفتوحة الختم؟ إنها رسالة من الأمير أحمد إلى الشاه إسماعيل الصفوي، وقد اعترضها رجالنا قبل وصولها إلى الشاه إسماعيل. اقرأها إذن. إلى حضرة الشاه إسماعيل الصفوي، تحية وبعد. أنا ولي العهد أحمد بن بايزيد أقر بأنني ملتزم باتفاقنا كما هو الحال، وما أن أستلم مقاليد السلطنة حتى نوقع اتفاقنا بانتهاء خلاف الدولتين، ولك الأمر بما تخطط له خارج حدود دولتنا مع الأمر. كفى. إنه يبيع الدولة بما فيها. لماذا يفعل هذا؟ ومن أجل ماذا يا أحمد؟ من أجل عرش بمترين تبيع الأعداء الجنة بأكملها؟ هل قرأ السلطان هذه الرسالة؟ خذها له. أخاف أن يصاب لهول ما يقرأه يا مولاي، فهو رجل مسن أطال الله عمره. أعطيها إذن لصدر الأعظم علي باشا، فلا بد أن نجد تدبيرا لهذه المؤامرة. سأوصلها له يا مولاي، وأذكرك الجيش مستعد لما تأمر به. إلى أي دفة تريد أن تدير البلاد أيها القائد؟ لا أستطيع أن أفعل شيئا يغضب والد السلطان. اذهب وعد بسلام يا أغلو. أمر مولاي. العرش بين يديك يا مولاي. ليست القضية قضية عرش أيها الوراق، إنها قضية وطن. من أي معدن أنت؟ من معدن آل عثمان.
الشاه المعظم إسماعيل الصفوي. أهلا بكم أيها العلماء والأجلاء. أنا أعرف أنكم أتيتم من جبل عامل وتكبدتم عناء الطريق وخطورته كي يكتب تاريخ جديد للأمة. إنا نؤيدك ونبشرك بأننا تضارسنا ووضعنا حدودا للشرعية وإقامة الحد على من لا يقبل ويتفهم ما نريده من سن التشريعات. عظيم عظيم، فلنسمع شيخنا الجليل إدريس فيما يقوله ضيوفنا العلماء. أشكر مولاي إسماعيل المعظم ونشكر علماءنا الأجلاء، وأعتقد أن الدين واضح لا لبس فيه، وأن الاجتهادات هي مشتركة فيما بين المذاهب، نأخذ منهم ويأخذون منا، تشريعاتنا مشتركة ومرجعياتنا هي دين الله ورسوله. عفواً أيها الشيخ، لدينا اجتهادات واختلافات كبيرة بيننا وبين ما يدعون، لا نأخذ منهم ولا نعتمد على مصادرهم. اصغي إليه جيداً يا إدريس، ولا تلقي علينا خطبة كأنك في مسجد. مولاي إسماعيل، إن الأمر الذي يتحدث به الشيخ عبد الكريم يدعونا إلى التفرقة بين الناس وقفل باب الاجتهاد. بل نلغي أي اجتهاد، ومن لم يحكم بحكمنا فهو خارج على الدين، ومن يسمع ما قاله الأسلاف ومن حكموا وشرعوا فشرعه باطل، أليس كذلك يا شيخ عبد الكريم؟ لا، بل نمتنع عن ذكرهم وتحل عليهم اللعنة. هذا ما أريده يا شيخ إدريس، أريد تشريعا أقود به الأمة وحدي، ويكون ما يدعو إليه العثمانيون باطلا. ما يدعون إليه يا مولاي هو ليس لهم ولا لأجدادهم، هو تراكم تشريعات واجتهادات سابقة. لا أريدها، ولا تزد شيئا، لا أريد أن أسمعك. سيقال عنا إننا نسعى إلى التفرقة وشق الجميع. بداية غير موفقة. غادر هذا المجلس وتلغى جميع ملفاتك الدراسية، وأقم في دارك إلى أن أقرر أنا. هيا أخرج. بوركت مولانا إسماعيل. بوركت مولانا إسماعيل. ما تقولونه الآن هو الشرع. هل أصاب مولاي الأمير سليم مكروه؟ كلا، إنه بخير. سيدي أوغلو، ذهبت مبتهجاً ورجعت متجهماً. دعك من الحديث الآن، أريد أن نصل بسرعة لتسليم هذه الرسالة إلى الصدر الأعظم. هل لي أن أزيح بعض الغبار عن وجه الأمير؟ بحر مرمرة لن يغسل القسمات المتحجرة على وجهي تاكلو. الزمن سيواصل دورته، وأنت وحدك من يمسك عليه بأسنانك. لم أقصد العرش يوماً أيتها الأميرة، بل كنت أقصد العدل وقوة البلاد. لو لم يبيع أحمد هيبة الدولة لكنت أول من يبايعه.
لكنه يتبع الوسائل غير الشريفة للوصول إلى العرش، ونسي أنه ابن الفاتح الذي وقف التاريخ على ريشة قلنسوته، نسي أنه سليل آل عثمان ويخضع لصفوي. ويريد أن يكون سلطانا. لن يكون. لن يكون أبدا. أحضر لك طبيبا يا مولاي. أظنه يأتي بالجديد مرزخان. مولاي مرزا. مولاي، هل سمعت أن ملكا أو إمبراطورا شفي من السل؟ مولاي، إذن أن يحتضنوا جسدي هذا غير جلبابي. شعبك يا مولاي، التصفيق لا يسعد مثلي. حتى زوجتي لا أستطيع أن أحتضنها. نلتصق ببعض كأن البحر بيننا. دعك من هذا مرزا. مولاي، ما أخبار الدولة العثمانية؟ لا تقلق يا مولاي، فأحمد بن بايزيد على أبواب الحكم، وهو من أقرب حلفائنا. تاريخهم ليس فيه مستقر للخلافة، لا يأتمن الأب ابنه ولا الأخ أخاه. اسمع يا مرزا. مولاي، لابد أن نسيطر على أراضي العرب من الموالين للدولة العثمانية. أمرك. وأن نسيطر على مذهبهم أيضا. أمرك يا مولاي. هيا صيف. Thank you.
مولاتي. أهلا بك، تفضلي. ما بك يا ابنتي؟ ما جئت شاكية لحالي، بل شاكية لما سيحصل لنا. لا أدري لأي طريق زوجي الشاه يقودنا. أشعر بك يا ابنتي، إنك الآن تشاركينني همّاً عشت عمري وأنا أحمله. منحني إياه إسماعيل حزناً منه علي. أمّاه، إنه يصدر أوامر غريبة من شأنها أن تضع الأمة في خطر. أفصحي أكثر، استمري يا ابنتي، أفرغي ما لديك. هيا يا أبي، هيا. أطلق الباب. يا أمي، أنا أم منقسمة إلى اثنين، أم تحزن عليه وأم تتمنى له الموت اليوم. لا بل الآن، وأبكي نفسي لموت مؤجل. يا الله يا إلهي. سيدي، رسالة جديدة. فيكم بالأخبار أولا بأول. قولي. تأكد يا مولاي أنه من أكثر ضباطنا إخلاصا، وقد تم تكليفه بدخول القصر العثماني بصفته خادم، وطوال الطريق لم تنقطع أخباره عنه. احذر يا استجلو، إنه أمر صعب ويحتاج إلى متابعة دائمة. هناك يا مولاي من يساعده على الوصول إلى غايته، وسيكون اسمه الجديد قلي، وستكون معه عيون تمكننا من أن نرى كل شيء. أريد أن أعرف ما يدور بينهم، السلطان وأحمد وكركوت. أريد أن أعرف ما يدور حتى في مخادع نسائهم. أن تمسك الباب من الداخل خير من التلصص عبر نافذة. أمر مولاي. علي باشا، أشعر بغصة في صدري لم تخرج بعد. غصتك هذه ما هي إلا وفاء منك لكل من أنعمت عليه برخاء البلاد. بل هي غصة من ابن متمرد لم تمنحه حواجز العزل عن التآمر يا مولاي. أوقفهم أيها الصدر الأعظم. مولاي حفوا حفوا، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ألا تدركين يا ابنتي
أنك اخترقت الحواجز الممنوعة. ولكن يا مولاي السلطان. اطمئني اطمئني، أخبري أمك جول بهار خاتون أن ابنها الأمير أحمد سيكون وليا للعهد. أمر مولاي المعظم. هيا عودوا إلى أماكنكم. عائشة خاتون، أي ابتهال يريح قلبك وولدك تخنقه جدران المحجر الذي اخترته له بنفسك أيها السلطان؟ هذا أمر لا يقضى على سجاد الممرات المؤدية للمطابخ. هيا تعالي معي لأسمع منك. إن الروح البشرية كالطائر، قد يظل محبوساً في قفص في هذا العالم الفاني أو يطير نحو الحرية. وما هي الحرية يا زوجنا العزيزة؟ هي عودة الروح إلى مولاها غير ملوثة بأفعال البشر الشريرة. يا سيدي، ما ترينه شراً هو حماية لروحك. الله فكر ومحبة وجمال، ليس رؤوسا تقطع. العروش لا تحمى بالابتهالات، كل ما نحتاجه نحن البشر خلفه قوة تسنده. لو لم يكن على باب قصرك هذا سيف حاد مجنون لما بقي هذا الرأس على هذا الجسد. قلبك الكبير هذا الذي انتصر وصافح وسامح وعفى، لا أظنه يتوقف عن نبضة قلبه الأمير سليم. كم كنت تميزه عن الآخرين وتمعن النظر في عينيه؟ أتذكر حين قلت لي إن ابننا الصغير سليم ولد وهو يحمل عينيك؟ أدعو الله ألا تغفو عينا هذا الكهل المليئة بالأحقاد لإخوته. أنت من نزع الود بين الإخوة أيها السلطان؟ من يبيع هذا الود لأشتريه بمملكتي كلها؟ سامحه واكبر على فعلته، فأنت راعينا أيها السلطان. ليغفر الله لي إن كنت مخطئا. إلي بالصدر الأعظم علي باشا فورا. مولاي الصدر الأعظم، قبض جندنا من الإنكشارية على حامل رسالة إلى إسماعيل الصفوي وهو يتجه جنوب البحر. قل ما عندك. هذه رسالة بختم الأمير أحمد إلى إسماعيل الصفوي. هاتيها.
حضرة إسماعيل الصفوي المبجل، إني ملتزم باتفاقنا كما هو الحال، وما إن أستلم مقاليد السلطة حتى نوقع اتفاقا ينهي خلاف الدولتين، ولك الأمر بما تخطط له خارج حدود دولتنا مع العرب وباقي القوميات ومذاهبهم، وسنكون بمعزل عما يجري. أحتاج في هذه الفترة دعمكم لي كي يكون طريقي سالكا لأزيح الأمير سليهم من أمامي، ولكم مني السلام. أمير أماسيا أحمد بايزيد المعظم. يا ويحك أيها الأحمق، ويا لهول أهل عثمان مما سيحدث. هل يتدخل بأمور السلاطين؟ لا يعمر طويلا. مولاي السلطان المعظم طلب حضور الصدر الأعظم علي باشا في الحال. حسنا سأبلغه. مولاي، مولاي، قتل الصدر الأعظم؟ قتل الصدر الأعظم! خيانة! خيانة! ليصدق يا كبير الجيش.